على تقدير الجهاز الأمني أو الإسعافي، لا سيما العنصر البشري منه عامل أساسي للحد من عدد الضحايا عبر الشواطئ المحروسة. هنا فضلنا كصورة تبيانية، أنا تشوفوا في تروحوا للأبلاص اللي لابسين بدلة صفراء معناها عوان حماية مدنية، سيدي بروفيسيونيل محترفين، واللي لابسين بدلات حمراء معناها مفسدين مؤقتين. هذه باش نفرقوا بيناتهم. هنا سيدي دي بلونجور، هنا نروحوا للوقت حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية. دي ولاية سلف غطاء غابي معتبر يتمحور في غالبيته في الجهة الشمالية والجهة الجنوبية، يناهز 99,000 هكتار، أي بما يعادل 24% من المساحة الإجمالية للولاية. هنا لو راسيو عندنا حصة الأسد تكمن في الأدغال لي ماكي، ومن بعد نزيدو الغابة. هنا الأحراس والفراغات عندنا 85,000 هكتار، صنوبر حلبي أكثر من 12,000 هكتار، والبلوط التليني والبلوط الأخضر الشام فار والشام ياس أزيد من 1000 هكتار. بالنسبة للكاليتوس 190 هكتار، والصنوبر 110، والبلوط 20 هكتار. هنا نشوفوا في هذه الخريطة لي زون سونسيبل، معناها المناطق الحساسة لاندلاع الحرائق، كما تلاحظون أغلبيتها في الجهة الشمالية باستثناء الجهة الجنوبية جهة بني بوحتاب وجوج بلدية ولاد بن عبد القادر أو منطقة حلال بن عبد القادر.